بيقول لك بعيد من هون ايه. بس بيستخدموها بعيد من هون يعني اذا بدهم يقولوا شو كلمه بيقولوا بعيد من هون ايه. ما تفهم علي انه بقول لك بعيد من هون يعني قصدي المحل او الجناح. لا مو بعيد من هون. إلك ولا لغيرك ولا شريك ولا قلنا يعني مجموعة. شو عم تصور؟ عم صورني شيء؟ اوعى. قال عم يقول لي اوعى معناته هلا دغري بنحكي بالسياسة. يلا جينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم نمشي وياكم الله يهون مسعاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم جينا وجيناكم الله محيي ملقاكم جينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم. عم ندور بس يعني لازم دغري كان يعني نستدل عليكم. يا مين ليش هيك صار معنا؟ والله نصيب ضوعنا القرنة. تمام ايه. شخص يحكي هلا بخلي السيد عمر يتواصل معك. شخص يحكي. طب اذا في شخص بيغني مين موجود عمر بيحكي انت الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. اهلا وسهلا. يلا هيك انتوا اخذين زاويه البركه و يعني اثبتين الموجوديه. الحمد لله رب العالمين. يعني سوق العطورات هو بسوريا يعني بتلاقي مثلا بدمشق بحلب بحمص. صحيح مزبوط آه. نعم تجربتكم القديمة انتو؟ نعم تجربتكم القديمة؟ نعم 10 سنين. عشر سنين تقريبا من 2006 يعني ما لحقتوا تضبطوا الامور الا سبحان الله. اي والله سبحان الله. تركيا حصرا ولا رحتوا؟ لا في بالسعودية في بتركيا في بمصر نعم في بالسودان وبلبنان. بدها شطارة بيع اكيد آه. اي منتج او اي شيء يعني بتعلق بالبيع بده شطاره بده فن بده نعم آه. بحمص هي المهنه يعني موجوده كانت بكثره ولا قليله؟ لا موجوده بكثره لك. نعم موجوده. نعم في شيء يعني نقول عطر حمصي في هيك شيء ولا لا؟ عطر حمصي ما في. الشام بيقولوا في شيء ورد دمشقي بيطلعوا منه عطور. حمص ما في غير النكات. ما في نكات في احلى شيء. الله يبارك. يعني هلا المحاولات هي يعني عند السوري دائما بيسعى لها اكيد انه انا لازم انوجد بهذا السوق لو بفرنسا بامريكا ب نعم السوري ما بصعب عليه شيء الحمد لله رب العالمين. المهنه اذا متمكن منها ليش لا؟ صحيح ما زال عنده مقومات المصلحه وفكر دائما يعني فكر التوسع ليش لا؟ فينا نحكي على صاحب الشركه؟ بخصوص يعني الخصوص بدك تحكي فيه يعني هيك مو نميمه اكيد لا بس يعني لصالح الشركه هو حباب. هي اول واحده ما نعم اذا حباب معناته الرواتب ظريفه ان شاء الله تعالى اكيد هي مو ظريفه بدها تصير يعني لا ظريفه هي الحمد لله ان شاء الله تصير يعني دائما الواحد بيطمح للاحسن. اي هلا الحسابات انه اللي بيقبض تركي غير بيقبض دولار واللي بيقبض السعودي ريال غير بيقبض مثلا كذا نعم. نعم. بأوروبا نفس الشيء. صحيح. مو في أكثر شيء مع السوري وين أكثر شيء؟ اللي بتفرق. وكيف يقبض؟ هو بهمه إنه يقبض شيء يكفي له بالسوري بالعملة السورية بالعملة التركية بالدولار ما بتفرق معه المهم إنه هو شيء يكفي. ما ينقطع. يعني. نعم ما ينقطع. تزوج؟ نعم عندي ولدين. لا يعطيك العافية. يلا عيلة. الحمد لله إيه. بدهم يعني بدهم والله مصروف. بين اجار بين كان اجار ومواصلات بتعرف انت المواصلات باسطنبول غير كانت المواصلات عندنا بسوريا يعني هيك انت موفر العطورات الحمد لله. موفق شكرا لك. عفوا اسمك كريم رامي المرعي. اهلا بك. الله يبارك فيك. قال لي اذا بدك حكي عمر بيحكي اذا بدك غني انا بغني. اهلا وسهلا فيك. نحن جاهزين للغني وجاهزين للحكي. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. طيب مين الاكثر واحد اللي يعني امر صرف يعني
عامر صرف استاذ عامر صرف استاذ كمان ما في يعني نحكي شايف هرب المحاسب هرب والله هرب المحاسب تبعتنا ما بعرف والله هي مسألة معقدة ما انه كيف ترضي المقابلة احنا برنامجنا اسمه وين ما كنتوا تكونوا يعني قصدي للسوريين وين هن موجودين نحن بنجي لعندهم اهلا وسهلا فبنقول لهم مرحبا يا بيستقبلونا يا بيقولونا اليوم من الصبح لهلا ما هدينا واحد رايح واحد جاي واحد رايح واحد جاي اهلا وسهلا فيكم لا نحن اريح شيء شو بدك تسال انا نحن بندبق وما بناخذ مصاري اهلا وسهلا فيكم شو بدك تسال اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك لا الواحد بس يطمن عليكم ونفس الوقت تتعرفوا علينا طبعا اهلا وسهلا فيكم على عيني يعني هذا المكان يعني يعتبر نحن هلا موجودين كشركه ماء الذهب هي شركه موجودين في اكثر من بلد ليس فقط في تركيا موجودين تركيا وبسوريا ولبنان ومصر والسودان عن حوالي بين 250 ل 300 عطر فمنفضل رب العالمين كانت كثير موفقة يعني نحن عنا اللي بيناسب العرب وبيناسب الأتراك وبيناسب الأجانب حتى يعني في عنا ليش الطرز العربي بيختلف أحيانا بيكون شوي بيحب في بيحب الريحة الثقيلة شوي بيحب الفانيليا بيحب هذا الأنماط الخشبية الزبون التركي ما بيحب هالأنماط ما بيفضل هالأنماط بيفضل الأنماط اللي فريش اللي على ورد اللي على ليمون فيها ده يعني أكثر شيء فريش فيها فلذلك الحمد لله نحن كمان عنا تشكيله من هي العطورات فاول ما جينا كان عنا دراسه للسوق فلما درسنا السوق عرفنا شو بدهم كان الانماط حتى موجوده متوفره بالمحلات تبعنا فالحمد لله حوالي هلا خلال سنتين عنا حوالي 10 افرع في تركيا شكرا حسام تكرم عينك يا اهلا وسهلا شكرا كثير لكم شكرا هلا بيك الله يسلمك ان شاء الله معك اخر يوم كانه الحمد لله الحمد لله اخر يوم زبطت الامور الحمد لله الله كريم حلو يعني السوريين اللي حتى بهي المعارض اللي تعتبر يعني معارض دولية الحمد لله السوريين وين ما كان الحمد لله بتلاقيهم موجودين الله كريم الواحد عم يكسب الوقت وفي يعني حتى يعني الموضوع اليد العاملة كمان هون حلو والله عجقة حلوة دائما الله يديم العجقة الله تكون عافية كيفكم كل عافية مبروك انه خلصتوا مبروك انه انتهى المعرض ايه ان شاء الله هيك امحى والله الحمد لله نشكر الله يعني الحمد لله الاوضاع منيح الحمد لله بس فيك تقولي بعزم ما ولا انه ما بنقدر نقول الا الحمد لله يعني الوضع كمان جيد والشركات كلها المشاركه الحمد لله كانوا مرتاحين واوضاعهم يعني كلياتهم بخير تجربه كانه اول مره جديد بما انه بالبلد جداد كمان بس الحمد لله كمان يعني مرتاحين يعني الجو العام كله الحمد لله جيد يسر الكون بتركيا يسر الكون ثلاث سنين ثلاث سنين بنفس المهنه ايه نفس المهنه ايه والله ما غيرنا نحن. الحمد لله سوريا نفس الشيء عطور مجموعه ولا واحد معه مجموعه لا مجموعه والله نحن سوريين مع بعضنا يلا هيك الجماعه بتريح من ناحية يعني الشغل أو الرأسمال يعني سوى. ما بنقدر يعني إلا نشتغل مع بعض كسوريين يعني إنه أفضل إنه يشتغلوا يعني مثل التيم وورك أفضل يعني واحد لحاله صعبة هي بالسياسة ما عم تزبط بالتجارة عم تزبط إحنا ما لنا علاقة بالسياسة لأنه الواحد وقت اللي بيجمع أو شركة بيقولوا مساهمة أو كذا أو شيء والله الشباب يعني عم يتعاونوا مع بعض كل واحد من طرف وكل واحد تعرف البلد كبير هون وبده شغل كتير وناس هون وناس هون توزيع وكذا يعني المفروض يكون ما بيقدر واحد يحمل الشغل كلياته بده يكون مجموعة شباب يعني هنا الاتراك عندهم فكرة انه السوريين قديش بيعرفوا مسألة العطور وكذا ولا ما عندهم هلا يعني صاروا يعني عم بيتعرفوا اكثر لانه ما شاء الله السوريين فتحوا بتعرف مناطق كثيرة بالتركية فصاروا عم يتعرفوا على العطور عم بيجوا مثلا عم بيشوفوا انه في شيء جديد روايح حلوة جديدة عليهم ما كانوا متعودين عليها لانه الطريقة يعني السورية بالتعبئة وبالهي ما كانت موجودة عندهم فهلا الحمد لله فتحوا مجالات وصاروا عم يتعرفوا يعني كثير عم يحبوا يعني روايح السورية كذا شيء جديد عندهم وطريقة جديدة وأسعار يعني كتير رخيصة بالنسبة لهم هني عندهم غلبة هي القصة؟ هن بالأساس هن أسعارهم أغلى من عندنا بتعرف أنت فرق العملة وكذا أغلى فهلا عم بيجوا مثلا سوريا عم بيقدموا شيء يعني جيد ورخيص بسعر مناسب فالحمد لله يعني صاروا لقوا شغلة جديدة مناسبة عم بياخذوا الحمد لله في زباين يعني أتراك كتير عندنا عم بيجوا ياخذوا الحمد لله هلا هون زباين ولا ضيوف ولا اصحاب المحل عندنا زباين اتراك من تركيا وفي زباين سوريين كمان موجودين الحمد لله مشكل والله عمله الله يديم العجاه بكثر الضيوف اهلا وسهلا الله يسلمك Thank you.
سوري تركي سوريا تركي. تركي يا ريت اعرف تركي ما بعرف تركي تركي سوريا سوري سوري عربي عربي اهلا وسهلا حلوه ندور على بعضنا اهلا وسهلا تفضل عربي سوري اهلا وسهلا سالتها قالت لي لا تركي اها لكم هذا المكان طبعا هنا الستاند لشركه اجمل هون الموزعين شركه الغبره للعطور من اول ما اجيت لتركيا اشتغلت بهذا المجال ولا اشتغلت غير شيء هلا انا بالصيدلانه بجوز هلا عم خلص اخر سنه صيدلانه كمان بالصيدله عم اشتغل هون هلا وبهالمجال كمان موضوع التجميل والعطر كمان يعني مهتم فيه كمان بشتغل فيه بس مجالي الاساسي كصيدلاني هون انا يعطيك العافيه يعني هو اختصاص صح يعني له علاقه بال طبعا بالاخير الصيدله في منها التجميل والكوزمتيك هذا تابع بالاخير بفرع للصيدله مالك بعيد عن طبعا يعني نفس المجال يعني تعتبر حالك محظوظ يعني الواحد ياخذ يشتغل بمجاله يعني الشهادات السوريه هون ما مشيت انا هون من اسطنبول انا متخرج من اسطنبول جامعه اسطنبول دراستي بتركيا دراستي بالتركي كمان يعني تعلمت اللغه التركيه طبعا هون راح اخذ شهاده يعني طلع انه من هون عرفت كيف شهادتي جاهزه مو مثل السوريين بدها تعديل وكذا الحمد لله قد ايه مواليدك؟ انا مواليدي 91 91 بعد يومين يلا ان شاء الله هيك اذا بس تنزع الحلقه بيكون مره عيد الميلاد سلفا لك استاذ انس اذا بتحب تتواصل هو صاحب الشغل هون والشركه استاذ انس هون كمان سوري يعني التراتبيه بحيث انه هو يكون يعني المسؤول على القصه ما سالناه نحن لانه اذا بتحب تتواصل فتنا اذا بتحب تتواصل معه ما في مشكله كمان هو اعطيني معلومات عن انس مشان اذا والله اذا انا بفضل لك وهلا اذا تنطر دقيقتين بتحكي معه اكثر هو بيشرح لك الوضع عن هو لانه صاحب الشغل ايه بس هلا بيطلع لقائي ضعيف اذا ما بعرف عنه شيء انا اللي هيك احكي لي عنه هو الاستاذ انس هون خريج اداره اعمال من جامعه باتشا شهير بتركيا من اسطنبول وطبعا اهله هن بهالمصلحه من زمان بالشام اهله بيشتغلوا بابوه يعني مصلحته الاساسيه وعندهم خبره طبعا بهالمجال كثير هلا هو هون اجى كمل يعني بعد ما تخرج هلا اسس هالشركه وبلش بهي الماركه اخذها من دبي اظرف شيء بانس شو هو؟ والله انا بحب الشغل يعني شخص بحب الشغل كثير اسمي الكريم؟ انا عبد الوهاب عثمان اهلا وسهلا بك عبد الوهاب وينو انس؟ لابس نظارات انا؟ ايوه هذا السيد انا الى انس كيفك انس؟ عطلك ولا؟ يسلم لي الله يسلمك ويعطيك العافيه الله يعافيك يا رب والله ما خلى كلمه عليك عبد الوهاب حكى كل شيء الله يعطيكم العافية يا رب ولذلك يعني مشان المشاهدين انه طب وينه انس؟ ليك انس اجى انس لعندكم يعني شخص بتهتم بالعلم ونفس الوقت بالتجارة سوا بالضبط بالبزنس عندي كثير اهتمامات وحتى درست انا بزنس وتخرجت وحتى عندي اهتمام بالعطور من انا وصغير يعني تجوزت؟ لا والله لسه ما تزوجنا شايف كل هدول بكفي وهدول بكفي ما اي والله هدول بكفي الزواج بده مخ ثاني هلا غير الشغل وغير بده شيء اربع خمس شهادات بده رأس مال شهادة طبخ اول شيء الطبخ والبال الطويل الصبر بده صبر اكبر اخواتك انت؟ لا انا ترتيبي الثامن ثامن نحن تسعة سبعة متزوجين بركة تسعة سبعة متزوجين واخي الاصغر مني هلا طبيب عم يدرس طب جامعة دمشق وأنا هون يعني من أي محافظة أنس؟ أنا من دمشق دمشق إن هو من عربين قلت له احكي لي احكي لي احكي لي عربيني قال لي نسيان والله لأنه طبعا طبعا الواحد بينسى شو بده يتذكر ليتذكر صرنا تقريبا أربع سنين هون إن شاء الله هيك بين أهلك وناسك هون ولا لحالك؟ والله لحالي طيب سلام للوالدة كيف من يا مو مرحبا انت كل يوم اكيد بتطمنها بس يعني انه اذا في شيء ينقال هيك يعني الواحد عم يستناه عم يستنى شو بيقول؟ والله اشتقنا لها لليامو ما بنقدر نعيش بدونها ان شاء الله الله يجمعنا فيها عن قريب ان شاء الله ان شاء الله شكرا انس والله يعطيك العافيه الله يعافيك اهلا بك الله يسلمك تشتري ولا جاي تبيع؟ والله جاي اشوفه اشتري يعني حلو
عندك محل يعني بدك تاخذ بضاعه؟ عندنا محل بالضبط. اي نعم. في سوق حلو ولا بده شغل؟ والله لحد هلا لقيته ممتاز، بس يعني في بده شويه تعديلات المجمل يعني على وغيره يعني على حول المعرض اللي رحنا عليها من قبل. مغامر انت بعملك؟ نعم. مغامر بعملك ولا دارسه؟ لا دارس، اكيد عن دراسه، اكيد عن دراسه، ما فينا. صار لك زمان عم تشتغل بهي القصه؟ ايه بالضبط، صار لي قريبه سنتين ونص، يعني مو كثير كثير يعني، زمان متوسط خلينا نعتبر. هلا هي بشكل عام انه عم تقول انه الشغل مع السوريين كثير حلو، لاني وقت يتعاملوا مع الزباين وخصوصا النسوان منهم يعني بيدخلوا بفعاليات انه كثير بيكونوا صميميين بالتفاعل معهم، وعم تقول انه هو الشغل مع السوريين كثير حلو كثير سهل، كثير بيحبوا يعملوا شغلهم على اكمل وجه، ومبسوطه يعني هي بشكل عام من الشغله. Açıkçası gelirken biraz ön yargılıydım. Hani anlaşabilecek miyiz? Benden memnun kalacak mısınız? Çünkü genelde insanlar çok zor beğeniyorlar başkalarının işini veya davranışlarını vesaire. Dolayısıyla buraya gelirken birazcık hani nasıl diyeyim, çekingendim. Ondan sonra baktım her şey çok güzel. Zaten insanlar güler yüzlü, çalışkan, işlerine odaklanan insanlar. Ben de mutlu oldum. هي أول ما إجت هي كانت خايفة شوي، لأنه بتعرف أنت في كتير أحيانا مثل صاحب الشركة أو صاحب المعمل بجوز يكون عصبي شوي، ما ينبسط من شغلة لو شو ما عملت، ولكن هي كانت أول ما إجت خايفة شوي، بس بعد ما شافتنا أنه تفاجأت بأنه نحن كيف تعاملنا وكيف يعني نحن بنحكي معها كيف بنتعامل معها، فهي هلأ مبسوطة يعني، هلأ حاليا ما أنا شايفة أي مشكلة بهذا الشيء. تمام، شكرا لك. انت هلا هي مبسوطه من السوريين انه كتعامل، انت كيفك مع الاتراك؟ انا مع الاتراك بجنن، ما في احلى منهم والله العظيم. ايه بس تعاملهم شوي صعب يا اخي. يعني نظاميين ولا شوي بطيئين بالقصه ولا كيف؟ هلا هن ما في يا اخي، ما في حدا مثل السوري، الاخير ربو السوري ما احلى، يعني بالاخير يعني بالاخير عن جد وقت اللي انت تكون قاعد بوسط سوري ما مثل وقت تكون قاعد بوسط، يعني بضلوا السوريين دائما ايد وحده ومع بعض، بس وقت انت تتعامل معهم بيكون تعامل معهم اسهل من الاتراك. طب هن بيتفاعلوا معنا بيكتسبوا شيء، ونحن بناخذ الشيء اللي ما موجود عندنا ابدا هن موجود عندهم. الشيء اللي ما موجود عندنا وهن موجود عندهم، هن عن جد بيحبوا يشتغلوا كثير. ايه كثير، يعني بتلاقي التركي بيفتح من الصبح لليل لاخره الليل وما بيسكر، نحن لا، السوري شو حلاوته؟ السوري بخلص الشغل بكلمتين، التركي بحب يماطل. هلا وقت اللي فتنا نحن على المعرض على اليمين وعلى اليسار، تمام، مساحته واسعة، تمام، قلنا لحالنا بنلاقي حدا سوري هون؟ مو شايف، بس ما قلنا لا ما حنلاقي، تمام، يعني إلا ما نلاقي ولقينا. السوريين صاروا معشاشين بكل مكان. يا أهلا وسهلا فيك، الاسم الكريم؟ عدنان خضر. يا مرحبا. تركيا عدنان هزر أغلو. اه يعني صار لك فترة طويلة أنت هون؟ يعني شي 4 سنين تقريبا. بس 3 سنين بمرسين وسنة باسطنبول. تجارة بدها جسارة هيك بقولوا. دائما الانسان لازم يكون جسور. كم دولة في هون؟ بحدود 20 دولة. ايوه، من اوروبا ومن عندك المانيا، ايطاليا، من الصين، من الهند، سوريا صارت هون. القصة بدها خبرة أول شيء، وبدها جرأة، بدها إنسان يكون جريء، ما والله اليوم أنا عندي مصاري، بلكي ما اشتغلت، بلكي اشتغلت وكل على رب العالمين. سوريا أنت بدأت يعني بسوريا بنفس القصة ولا غير؟ بال2005 بنفس المجال نحن كوزماتيك كمان، بس كنا محل صغير هيك، وبعدين تطورنا صرنا نوزع على الصيدليات. فتحت فرع بالرقة، فرع بالحسكة، فرع بسرمدة حاليا. هلا انت كان معك مصاري وجيت عملت؟ لا، ولا كيف؟ انا جيت على مرسين ب$10,000. ايه بس فقط وصلت لهي المرحلة. وصلت لهي المرحلة الحمد لله رب العالمين. حضرتك من اي منطقة بسوريا؟ من اي محافظة؟ بسوريا من محافظة الرقة، بالاصل من الدير سكن الرقة، يعني ديري رقاوي. اه سكن قديم يعني مع بعض. خلاص منطقة الشرقية. ايه اجينا لهون الحمد لله، فتحنا صاحب معمل بولي دعمنا شوي كمان بنفس الوقت، زلمة اعطانا مديونية كبيرة، فتحنا هون، الدولة التركية كمان دعمتنا، يعني هلا اعطونا كمان دعم. اغلب السوريين هون عم بيشتغلوا شلون ما كان، هون ما بصير تشتغل شلون ما كان، هون في قانون، هي دولة قانون، يعني مثلا قبل ما تفتح معمل وقبل ما تطالع منتج لازم ترخص هذا المعمل، بعدين بتعمل ملفات لوزارة الصحة. في عندك شيء غير هدول اسمه حماية الملكية، يعني نحن الماركات مثلا بابسون، سيلا، هامول، بهلي، هاي الماركات كلها مسجلة بحماية الملكية، مثلا عندك البهلي مسجلة باسم صاحبها الأساسي بلانشارد حلاق في سوريا، تمام؟
لكن مثلا سيلا بابسون موديش هامول اخذين من ترخيص من شركه بسف الالمانيه. نحن يعني في قسم من الماركات مسجله باسمنا، في قسم من الماركات مسجله باسم اصحابها الاساسيه، وناخذين توكيلات عنه. نحن المعمل موجود، المعمل موجود في هضم كوي اسطنبول الحمد لله رب العالمين. صرنا بحدود 3 شهور افتتحنا المعمل، يعني بحدود حاليا عندنا بحدود 5 إلى 6 اصناف. عم نطمح ليصير عندنا 100 صنف ان شاء الله رب العالمين، ومغطين كل السوريين اللي هون 3.5 مليون. هلا دخلنا على التراك الحمد لله، كان عندنا مشترين من اليمن، من العراق، من ليبيا، من جورجيا، من فنزويلا. اجانب موجود يعني ما له واقف يعني اجانب من فنزويلا سوري. ايه يعني عم يحكي معي بالانجليزي، بالانجليزي اخر شيء هيك لطش كلمه بالعربي، قلت له لك انت عربي؟ قال لي ايه سوري. أي يعني لفنزويلا وصلوا ما شاء الله. الله يعطيك العافيه. شكرا اخي عدنان. اهلا وسهلا فيك. سلمك سلامه. الله يسلمك. محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم. شفنا وشفنا وشفناكم صعب علينا فرقاكم، شفنا وشفنا وشفناكم صعب علينا فرقاكم، بين الدمعة وبين الغصة نفرح نحزن معاكم. جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم، جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم.